المشاريع الكبرى في الحقيقة كل واحد كيتمناها لبلادو. أنا لما كنطلع الآن الشمال كنقول لماذا أو يا ريت أن هذا الشيء كان دار قبل 20 سنة أو قبل 25 سنة كان طاح على المغرب بثمن أقل. دابا المشاريع الكبرى كطيح بأثمنة باهظة. جبتي لي قضية ديال التي جي في، ما نكرهوش يكون التي جي في عندنا، ولكن غير فعلا الآن في هذه الوضعية الحرجة الاقتصادية والوضعية الاجتماعية أيضا اللي هي، ففعلا كتوضع السؤال هل من الأولويات التي جي في المغرب؟ ما نكرهوش، قلت لك التي جي في يكون في المغرب، ماشي من الدار البيضاء لطنجة، الدار البيضاء لطنجة والدار البيضاء لوجدة والدار البيضاء لأكادير إلى آخره، أو العيون أو منار، لكن أنا كيظهر لي على أنه كاين أولويات. حنا كنعرفوا أنه في بلدان أخرى الآن متقدمة و اسمه تراجعت على واحد العدد ديال المشاريع الكبرى.